تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي والاتحاد السكندري. في الشوط سيطر على اغلى فتراته النادي الاهلي، هدد مرمى نادي الاتحاد، ولكن نادي الاهلي كان اقرب للتسجيل. نادي الاتحاد بيلعب بنفس الاسلوب، بيلعب في نص ملعبه. نادي الاهلي هدد المرمى اكتر مره، ولكن اهدرت كل الفرص لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف. يا كابتن شريف، مظبوط كلامك، بس زي ما اتفقنا قبل المباراه ان هتلاقي الاستحواذ للنادي الاهلي كبير جدا، على الاقل 70-30%، وده اللي كان متوقع من قبل المباراه. حاول الاتحاد الاسكندريه ان هو يجسك في اول المباراه كده بضغط خفيف، ولكن رامي ربيعه واقف هو وعبد المنعم بيمتصوا جميع المحاولات اللي هي دخول منطقه الجزاء للشناوي الذي لم يختبر. يعني الاهلي عنده لسه مشكله ازاي يوصل الكره جوه منطقه الجزاء الخصم، او ازاي يستغل الكور اللي بتيجي عرضيات او اي حاجه والتحركات داخل منطقه الجزاء. لازم يبقى في زياده عدديه اكتر من كده. هذه الزياده العدديه زي ما قلنا قبل المباراه مش هتتحقق الا بزياده اللعيبه اللي في خط النص المهاجمين. يعني لازم برضو بالنادي ان انت مش محتاج في مباراه زي دي اكتر من الناس اللي عندها كوره زي قفشه على سبيل المثال، زي عمرو السليه، زي الناس اللي هي عندها لغه انها تقرب من منطقه الجزاء او تبعت كور او تشوط جنب امام عاشور. امام عاشور بيحاول، ولكن بيحاول يلعب كذا دور في وقت واحد. يعني يرجع لتحت ويستلم من تحت ويحاول يعمل مناوره ويخش ويحاول يشوط، او يحاول يطلع احمد عبد القادر وعبد القادر يطلع من ناحيه الشمال ويعمل مناوره برده. كل ده بفرديات لاعب لابد هو اللي يكون بيفنش الكوره، مش صحيح. هو اللي بيبتديها وهو اللي هيفنشها كمان. فلازم يكون في سبورت من الجهاز الفني بلاعب في نص الملعب اكثر حركه واكثر امدادات. يعني كابتن اسامه، الاهلي سيطر على اغلى فترات الشوط الاول ولكنه اهدر الفوز. مظبوط، هو الجانب الشمال اللي شغال كويس بالزبط. اللي هو فيه احمد عبد القادر وكريم فؤاد، وبالذات احمد عبد القادر يعني معظم النشيط يعني معظم الهجمات الخطر بتيجي من ناحيته، وان كان النهايه بتاعته مش على ما يرام، يعني مش في احسن حاجه بالزبط. الجانب الاخر بتاع عمر كمال وحسين الشحات مقفول عليهم كويس من كريم الديب يعني قافلين على الجنب ده كويس، ما فيش حركه فيه كتيره، ما فيش كرات عرضيه، ما فيش، لكن الجنب الشمال هو اللي شغال كويس. نص الملعب مش عارفين يسيطروا ويعملوا هجمات خطر للمهاجمين. امام بيتحرك ولكن لسه مش هو، اكرم توفيق مالوش دور واضح في النواحي الهجوميه، مروان عطيه في يعني في 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 حاجه مش مظبوطه في نص الملعب. نتمنى انه الموضوع ده يتقى. لكن فرقه الاتحاد بتلعب بحماس كبير وبواتنج واحمد عيد، رغم ان مفيش خطوره كبيره على الشناوي، ولكن مقلقين، محاولات فرديه لا مقلقين يعني عاملين صحيح. بس عبد المنعم ورامي بيتعاملوا معاهم كويس. كابتن عادل، ليه ما كانش في دور هجومي واضح النهارده لعمر كمال عبد الواحد وحسين الشحات؟ عشان مقفلين عليهم، يعني الاثنين مقفول عليهم. والحاجه الثانيه هم اصلا ما بيكملوش، ولكن اذا اردت انك انت تفوز بالمباراه يا كابتن ايمن لازم تغير، تعمل تغييرين وبين الشوطين. يعني انا افتكر ان لازم هيغير بين الشوطين، لانه هو تشيل واحد من نص الملعب؟ لا، تشيل اثنين على الاقل، حسين الشحات وينزل رضا سليم. انا بتكلم عن نص الملعب. وتشيل اكرم ويلعب قفشه، يبقى بالتشكيل يبقى تبدا الشوط الثاني كريم فؤاد، رامي، منعم، عمر كمال، في الوسط مروان، ناحيه الشمال امام، قفشه ناحيه اليمين، رضا سليم طرف يمين، عبد القادر طرف شمال، كهربا اذا اردت انك انت تكسب المباراه. لانه المشكله عندنا في الحته انك انت الهجمه لازم بتبقى من القلب، في ناس داخله كتير قوي، فلازم انت الاختراقات تبقى من بره. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا سريعا مع كابتن احمد بلال. ارجوكم نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، تعادل سلبي الشوط الاول، حلول مستر كولر الشوط الثاني. انت ضغط كويس. يعني بتضغط كويس وعندك جبهه ناشطه، تمام، محتاج بس يبقى عندك تنوع في الهجمات شويه يا كابتن، يعني محتاج انك تشتغل من ناحيه اليمين، محتاج انك تشتغل من القلب شويه، محتاج انك تشتغل من ناحيه اليمين شويه، تشتغل من ناحيه الشمال.
انا شايف ان الدور المحوري الرئيسي اللي بيشتغل عليه امام عاشور احنا مفتقدين. تمام. بص امام عاشور النهارده بيلعب ما بيلعبش 8، هو الطبيعي التوصيف بتاعه انه بيلعب 10. تمام. المفترض هو المايسترو النهارده بتاع المباراه، هو اللي بيغذي الجناحين، هو اللي هو صانع الالعاب بتاع النادي الاهلي. امام في معظم الاوقات يعني رامي نفسه ناحيه الشمال، فبالتالي عشان كده عندك مشكله ناحيه اليمين. طب ناحيه اليمين على طول 2 ضد 2 2 ضد 2، انت لازم يبقى في تنوع في التحرك دي. كمان في التحرك، مش بس في حته الهجمات، انا بتحرك شويه ناحيه اليمين، بتحرك ناحيه الشمال شويه، بتحرك في القلب شويه. هم عندهم حته القلب فاضيه شويه، هم مركزين جدا انه حاطط لك اللعيبه مقفل ناحيه اليمين على الخطوط ومقفل ناحيه الشمال على الخطوط، انت بالسرعه والمهاره بتاعت احمد عبد القادر بتقدر تخترق. طبعا زي ما اتفقنا ان الدور بتاع كريم فؤاد هيبقى صعب، لانك انت عايز تلعب نون تاتش كل كور، يعني احمد بيعدي ويلعب واحده، فكريم عايز يستلم الكوره ويرجع ويلعب برجله اليمين تاني او يعدل على اليمين ويعمل الكروس، فده بيأخرك شويه صغيرين. لكن بس لازم اختراق من القلب سهل برضه، سهل بس انت ما بتعملش بالظبط، فاهم قصدي؟ هي الفكره. ما انا عشان كده بقول لك لازم يبقى عندك تنوع يا كابتن نايم، ما ينفعش طول الوقت بلعب على عبد القادر. يعني انت الشوط الثاني هتلاقي المستوى البدني بتاع عبد القادر قل شويه، فانت محتاج انك تعمل تنويع. ثاني حاجه انت مش محتاج انك تلعب اثنين ميدفيلدرز، تمام؟ انت يا تقلب الطريقه بقى 3-4-3، تمام، وتلعب بثلاثه هنا عشان خاطر تبقى ثابتين وتزود عدد اللعيبه في نص الملعب، يا اما خلاص تغير اثنين الديفندرين، تمام، او تكتفي بواحد وتنزل لعيب لعيب زي مجدي في القفشه، زي طاهر محمد طاهر يلعب راس حربه ثاني. انت محتاج كمان حد في ال 18 كمان زياده، تمام. مش عايز اقول يبقى مودست وكهربا عشان الاثنين هيبقوا نفس طريقه اللعب شويه، لكن ممكن واحد زي طاهر بيجري كتير بيخبط كتير، محتاج لعيبه تبقى في القلب في الحته دي، ويبقى عندك شويه تنوع عشان خاطر تقدر تخترق. انت رحت مرتين كان ممكن تسجل بيهم اهداف، لكن انت محتاج انك تروح اكتر من كده عشان يبقى عندك يعني فرص كتيره تقدر تصنعها عشان تسجل منها اهداف. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.